دكتور، ولكن هل لك على الأقل أن تغطي لنا حال السوق السعودي؟ هل تتوقع لها المزيد من الارتفاعات في ظل الأخبار الإيجابية عن نتائج الشركات؟ ما في شك أنه معظم النتائج زي ما توقعنا أنها حتكون إيجابية في معظم الشركات، وأنه في نمو واضح في الربحية، وطبعا نتيجة لوجود طاقة إنتاجية قوية لدى بعض الشركات، ونتيجة لأنه الربح ما وصل عندهم إلى المستويات القصوى. فمع نمو وارتفاع الأرباح لابد أن نتوقع أن السوق يتجاوب معها إيجابا، لابد أن نلمس نوع من النمو القوي بالنسبة للسوق. السوق تأثر أساسا بعوامل خارجية، ما تأثر بعوامل داخلية. صدور النتائج القوية الإيجابية ما في شك حيخلي المستثمر يفكر بصورة أكبر عن القيمة الحقيقية للأسهم والاحتياج إلى أنها لابد أنها تنمو وتطلع. طبعا إحنا لا نزال ننتظر نتائج شركات قوية ومؤثرة في السوق زي الاتصالات السعودية، زي سابق، زي الراجحي، قطاع البنوك بالضبط. فهذه كلها إذا صدرت حيكون الوقع حيكون قوي. معظم الشركات الآن اللي أو حوالي عدد كبير من الشركات اللي صدرت نتائجها فيما عدا قليل كانت إيجابية وكان نمو واضح وقوي. حتى بعض الشركات كان النمو يعني نحن نسميه دبل ديجيت، يعني من رقمين مو رقم واحد بالضبط. فبالتالي النمو القوي ده والاتجاه القوي خاصة في الربع الثالث، لا تنسي أن احنا مارين الآن بمنحنى تصاعدي في الأرباح. الربع الأول كان نمو، الربع الثاني كان نمو، الربع الثالث كان نمو أيضا في الربحية. فاستمرار النمو بالطريقة دي بيدعم التطلعات المستثمرين نحو السوق ويؤدي إلى إعادة التفكير في القيمة الحقيقية للأسهم. واللي بيدعم العملية دي أكثر أنه كثير من الشركات الآن أصبحت توزع أرباح ربع سنوية، مما يدعم ليش الاتجاه التصاعدي بالنسبة للسوق ولبعض الشركات المعينة اللي بتقوم بعمليات التوزيع اللي عددها حوالي 60 أو 70 شركة. نعم دكتور، سمعنا بالأمس الحقيقة تصريحات واضحة جدا من وزير المالية الكويتي وكذلك من رئيس البنك المركزي العماني بشأن كون مصارف هذه الدول لم تتعرض بشكل واضح للبنوك الأوروبية وأنها ستكون في مواجهة الأزمة من منطقة اليورو. هل سنسمع قريبا من سامة تصريح مشابه أو مثلا بأنه البنوك في السعودية لم تتعرض أو لن تتعرض للديون السيادية في المنطقة الأوروبية؟ ما في شك أنه بالنسبة للبنوك السعودية لا تنسي أنه الحاجة والنمو اللي موجود داخل السوق واحتياج الشركات والقطاع. أن أنت لو تطلي في تصريح محافظ مؤسسة النقد البارحة اللي قال أنه 800 مليار مقرضة للشركات وحدود 400 مليار مقرضة للأفراد، فبالسوق قد متشبع وموجود المصادر اللي بتحقق إيرادات قوية للشركات داخل السوق المحلي، للبنوك داخل السوق المحلي. فبالتالي اعتمادها على الخارجي بيكون دوما وأبدا منخفض. عادة لما بتكون العملية البالانس مختلف، إنه السوق الداخلي متشبع والسوق الخارجي في حاجة، بتأدي إلى ده. ودوما نحن لو ننظر لجانب مؤسسة النقد بتنشر في ميزانيتها سنويا وبتحدد قديش الأموال المودعة لدى البنوك والأموال المودعة في الاستثمارات، لكن ما فيش تفصيل عن الاستثمارات وتوزيع الاستثمارات هذه. وربما يعني هذا اللي بيؤدي نوع من الإشكالية. أتمنى لو تتم عملية الإفصاح من خلال إنه نبدأ مو نحط الآجال والأعمار، كمان نحط المناطق اللي يتم فيها الاستثمار من قبل القطاع البنكي، حتى يعطي نوع من الانديكيشن والمعلومة اللي تريح المستثمر بصورة أكبر. لأن للأسف الإفصاح عندنا بيتم بصورة معينة وبطريقة معينة، وفي حين أن المعلومات والتغيرات العالمية والاقتصادية مختلفة، فبالتالي بتؤدي إلى أنه المعلومة تبان زي كأنها غير واضحة أو هيدن، وبتؤدي إلى أنه الشخص اللي بياخد قرار بيبدأ يخاف لما يجي يحصل مثلا استثمارات في البنوك بالمليارات، بالتالي يبدا يقلق، لانه جزء من الاستثمارات لابد تكون في ديون سياديه ولابد تكون في سندات حكوميه في مختلف دول العالم. فبالتالي وجود الاستثمارات هذه كعنصر اساسي وموجود بارقام ضخمه في السوق السعودي هي اللي بيؤدي لنوع من التشكيك هذا، وبيؤدي للمستثمرين يبداوا يخافوا ويبداوا يحاولوا انهم يتراجعوا، لانه الاستثمارات هذه عاده هي اللي تمثل مصدر الدخل القوي والاساسي بالنسبه لي البنوك، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة المحلية ووصولها إلى حدود معينة. فبالتالي انخفاض ارتفاع أرقام الاستثمارات هذه وعدم وجود توزيع جغرافي لها، والمفترض أن يكون فيها توزيع جغرافي وكمان توزيع من ناحية النوعية المستثمر فيها، ممكن تؤدي إلى إلغاء هذه المخاوف
وبالتالي تؤدي إلى توفر المعلومة بصورة واضحة، وتخلي الناس نفسها لما بتيجي تأخذ قرارها بتكون على بينة بالكامل. وما أعتقد أنها يعني سر عظيم أنه البنوك ما بتحدد المناطق الجغرافية حقتها ولا بتحدد نوعية الأصول، يعني هذا ما هو سر، أشكرك بالعكس على معلومة هذه... قديمة و... نعم أشكرك على هذه الإضاءة الخاصة بهذا الجانب، وأعيد طبعا شكري لك دكتور ياسين الجفري، وأنت عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة، شكرا جزيلا لك.